بدنا نجدد الصباح لكم مشاهدينا من جديد، وصلنا لزاويتنا الحوارية الثالثة لليوم. بدنا نحكي فيها عن الفن التشكيلي وأحد الفنانين التشكيليين اللي تميزت أعماله بالإبداع. فخلال مسيرة عمل طويلة تميزت محطاتها بالإبداع، عمل ضمن ميادين شتى، وبقي الفن هاجسه اللي بيربط بينه وبين ما بيحب. ألوان لوحاته الجريئة بتعكس أسلوب حياته اللي بيفخر بالتحدي وعشق الجمال، وحنايا لوحاته كمان بتتحدث بإسهاب عن ذلك المعماري الثائر اللي بيبتكر الحلول وبينفذها بمهارة. بزاويتنا هي مشاهدينا بيسعدنا أن نرحب بضيفنا بالاستوديو الفنان عصام يوسف، اللي رح يخبرنا أكثر عن مسيرته الفنية وعن الساكن اللي بيشغل القاسم المشترك بين معظم لوحاته، ألا وهو المرأة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباحك أهلا وسهلا فيك. يعني حضرتك اشتغلت بمجالات متعددة مثل ما ذكرنا، تميزت بالإبداع. بيعتبر الفن إحدى هذه المجالات، فينا نعتبره هيك أو نعتبره هو مرحلة انتقالية؟ لا، الفن هو جزء رئيسي من الشخصية نفسها. يعني مهندس معماري بيشتغل فنان، بيشتغل بالأعمال الحياتية تبعية، كل هدول يعني بيطلعوا عصام. هو رابط واحد يمكن يعتبر. يعني عصام آخر شيء، هو يعني جزئيات، بس إنه هو شيء رئيسي بالشخصية، فنان أو مهندس معماري أو مصور ضوئي ورجل أعمال كمان. هذول كلهم هني يعني عصام. يعني عصام، يعني أنت ما بتصنف حالك معماري أو فنان؟ لا 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 أو لا أبداً. إنه عصام يعني ما بتجزأ، هو آخر شيء يعني آخر شيء إنه يتحدد عصام بشخص إنه فنان تشكيلي، لا، في جزئيات كتير أحلى كمان، حلوة وأحلى. تمام. بس كتير في عالم بيكون عنده هيدا التصور انه الفنان دائما بيعزي حاله للعزلة والانفصال عن الخارج لحتى يقدم لوحاته. انت ما شاء الله عليك عم تقول مجالات متعددة هي عصام، فكيف عم تقدر توفق بين هيدي المجالات سوا؟ يعني لما بدك تعطي شيء من الفن، يعني هذه العزلة انك تنعزلي لحالك، يعني في اشياء كتير كتير الفن بدك تشيليها من الحياة وترجعي بعدين تشوفيها برؤية الخاصة تبعك وتقدمي للمتلقي او للجمهور. يعني اذا سكرت على بابي على حالي البواب كلها، ما رح يطلع معي فن فعلي. اول شيء لازم اشوف الاخرين شو عم يشتغلوا. اثنين، الحياه اليوميه بتعطيني صور كتير، زائد موضوع الذاكره البصريه اللي بتعطيك كتير اشياء بتصير بذاكرتك. لما بتبلشي باللوحه بتبلشي تتذكري انت شو شفتي، وبترجعي تعطيها بشكل تاني او برؤيه خاصه فيك. يعني انت هون بتلغي المقوله السائده عن الفنان. انا ماني معها ابدا، ما اشتغلتها ولا عشتها اصلا. لا لا ابدا. الذاكره البصريه هي اهم شيء للفنان، لذلك لازم يعيش لاستحضار هيدي الذاكره. برايك يمكن لازم الفنان يكون شوي بعزله بهدوء، او في شيء ممكن يذكره بهيدي الصور اللي انت عم تحكي عنها؟ العزله وقت اللي بدك تنتجي او تنجزي العمل. بدك تقعدي يوم اثنين ثلاثه حتى تنجزي عمل، بس هذا العمل لا ينجز بدون الذاكره البصريه او الذاكره الثقافيه او الرؤيه تبعك. اما انك تقول والله انا قاعد انه بالمرسم تبعي ومسكر على حالي، طيب ما عندي اي الافكار الجديده اللي بدي اطرحها او الرؤيه الجديده او الحلم للواقع اللي نحن بدنا نغيره برؤيه جديده تبعنا، لا، لازم يكون في عنا علاقات يوميه او حياتنا تكون صاخبه لنقدر ننجز عمل جيد. هلا مو صاخبه بالمعنى المجازي طبعا، بس انه لا، انا ماني مع العزله ابدا للفنان ابدا. طيب وحاليا انت وين؟ يعني اليوم انت قلنا عده صفات، اليوم انت وين؟ انت بالفن متفرغ شخصيا؟ شخص بشكل تقريبا كلي الفترة الماضية خلال 10 سنوات أو أكثر بشوي، تقريبا متفرغ للفن التشكيلي. جميل. لأني بعدت عنه فترة شوي طويلة يمكن لالتزامات الحياة اليومية. هلأ أخذت القرار بناء على أنه أنت في عندك مسيرة طويلة كانت بالحياة، وهو الموضوع الفن أنه هو هاجس دائما للفنان، أنه بدك تنجز عمل، بدك تنجز شيء، تقدم شيء. هلأ أنا بملكه كنت، بس ما كان الوقت كافي لإلي. هلأ لا، لي حوالي 12 أو 13 سنة متفرغ شبه كليا. شبه كليا نأكد على شبه. اي شبه كليا، لأنه هلأ بيترك أكيد مساحة لنفسه لحتى يقدر هو يشتغل بأشياء تانية كمان. أكيد هو كما ذكر الأستاذ أنه هو ضد العزلة، ضد التفرغ الكامل. طيب خلينا نحكي شوي عن هيدي المحطات اللي هي يمكن شكلت نقلة نوعية مسيرتك الفنية. هلأ رح تمرق معنا صور على الشاشة أكيد، لصور فوتوغراف. خلينا نحكي عن التصوير الضوئي. عن اللوحات اللي أنجزتها حضرتك كمان. هلأ التصوير الضوئي هو يمكن كان
الرفيق اليومي لإلي من يوم تلوعيت على الدنيا، يعني من لما كان عمري 10 سنوات أنا بملك كاميرا طبعا لليوم. ولذلك هي كانت الرفيق الدائم، وين ما سافرت وين ما رحت وما جيت في عندي كاميرا موجودة معي. عملت مجموعة معارض منيحة، لأنه ما كان التصوير الضوئي بالأساس، هو يحتاج لشغلتين، يعني كاميرا في عدسة والعين تبعك. ما هي بالنتيجة إذا ما عندك عين تختص باللقطة اللي بدك تشوفيها، ما بيطلع معك لوحة ضوئية. هيدا اللي عم نشوفه بتميز الصور اللي حضرتك فيك تشوفها من هون إذا حبيت أريح لك. يعني هيدي الصور فعلا بدها نظرة مختلفة، انتقاء المكان كمان، يعني لازم هون أيضا يعني المصور الضوئي هو يطلع. هو أكثر شغلة هي لوحة الشام. الشام هي الشام من قاسيون حسب أنا ما بشوفها. هي الشام وتنوعة بكل أشكالها بكل ألوانها، هي الشام. طبعا هيدي فيها تقنية العين، هيدي ما في شيء اسمه فوتوشوب، ما في شيء أبدا داخل على الكاميرا. يعني عدسة وعين. هلأ كله هذا ايه، يعني ما في اي اضافة لصورة الكاميرا، بيور 100% طبيعية 100%. هلأ بشكل عام تقييم المصور الضوئي انه ما يدخل على الكمبيوتر ويعمل تغييرات على اللوحة، الوان او اي شيء، هذا كله كاميرا وعين فقط. يعني هو بيور صافي، يعني 100% طبيعية الصورة بتطلع. حتى بالمسابقات العالمية للتصوير الضوئي بدك تبعتي انت الصورة بدون اي طبقة فوقها. هي هي. وشاركت حضرتك بمعارض كتير، وعملت حوالي 12-13-14 معرض تصوير ضوئي. لانه وقتها ما كنت بحاجة للوقت لأتفرغ للتصوير الضوئي. جميل. هي عدسة طبعا مضافة على العين، هي طبعا طبيعية 100%، بس هيدي العدسة اسمها الفيش آي، عين السمكة. عين السمكة. تماما. خلينا نحكي عن أعمالك، يعني هي تنتمي لمدرسة محددة أم أنك حتى بهذا الموضوع تهوى الابتكار الفن التشكيلي متفرد بلوحاته لا ينتمي لأي مدرسة؟ أول شيء التغت المدارس. هي صارت يعني بدك تقولي الأسلوب الكلاسيكي، خلصت المدارس، هلأ صار في شيء اسمه يعني فنان، هو مبتكر، هو بيشتغل مدرسته الخاصة يعني. الخاص يمتزج بمجموعة المدارس وبيدخل آخر شيء بيعطيكي اسمه، يعني هيدي مدرستي أنا. حلو. وخلصت. كل فنان أنا برأيي هو مدرسي صار. جميل. نعم. طب نحن دائما بنعرف أنه الفنان هو شخص مرهف الإحساس، دائما بيتأثر بالواقع أكثر ربما بقليل من غيره، بيحاول يعكس هيدا التأثر من خلال أعماله، من خلال لوحاته أو الفن اللي هو عم يتبعه. ممكن هيدا أيضا يقدر الفنان هو يعطي حلول أحيانا للحالة اللي بيكون هو شايفة. برأيك أنت كيف قدرت أنه تعبر عن الحالة اللي نحن فيها اليوم حاليا بسوريا والحرب الأليمة اللي مرت علينا، وكيف قدرت فعلا تطرح من خلال لوحاتك ربما جزء من هيدا الألم اللي تعرضت له البلد؟ يعني بظن كلنا تأثرنا بالحالة تبعنا. وكل شيء حسيته بالحالة اللي عشنا فيها بسوريا خلال السبع سنوات، قدمت معرضين أو ثلاثة باسم طبعا متتاليات، هني مجموعة يا شام. شام مو المدينة الشام، لا شام. شام هي سوريا كلها. هي سوريا كلها. هلا حسب الرؤية اللي شفتها وحسب ما خطر على بالي انه ممكن يكون في حلول. اول شيء الفنان مو مطلوب منه يعطي حل، انا صح. برايي مطلوب منه يقدم الحاله برؤيته. هلا الحلول انا برايي في جهات مختصه بالحلول، انما نحن بنقدمها بطريقتنا نحن او برؤياتنا. الرؤيه تبعنا بظن في مجموعه مهمه من مجموعه يا شام حوالي 100 لوحه صاروا بيحكوا عن حاله البلد بكل ابعادها وبكل طرق اصلا كيف الفنان بيشوفها. بس انا هي اللوحه لا فيك تشوفيها. بدنا نحكي نحن عن يعني ذكرنا بالبدايه هو القاسم المشترك بلوحاتك اللي هو المراه. خلينا نحكي عن اللوحات اللي هلا عم تنعرض. هي اللوحه هي يا شام، هي بتحكي عن البلد وكيف ما يهاجروا في تنتين امات عم بيودعوا اولادهم كلهم، بس كله رايح على المجهول، ان كان رايح على الحرب، ان كان رايح للموت، او كان مهاجر خارج القطر. ومبين من اختيار الالوان، يعني الغمق اللي حاطه بالالوان انه هذا مجهول، هو على المجهول، رايح على المجهول، كله رايح على المجهول. هي الشا هي عن ايضا يا شام، عن الحاله تبعيت يا شام. اي طبعا طبعا طبعا. يعني التعابير اللي انت قاصدها بهي اللوحات اللي هي معبره ولكن نوعا ما شامله، بتحس يعني لحالات كثيره، يعني رؤيه كامله. هي من معرض موسم الهجره.
في رمزيه لكل لوحه يمكن عم تمرق. اكيد اكيد. هي المجموعه الجديده اللي فيها كتير تفاؤل عن الشام. يعني هيدي المجموعه هلا في عندي بنحكي عن بعدين على المعارض، هي مجموعه كامله تقريبا صارت، عم باخذ جزئيات من دمشق تحديدا وارجع عيد هيكلتها برؤيه الخاصه تبعي. بس كلها جزئيات من الشام. هي يا شام. يا شام يا شام. يا شام هذه مرحله ثالثه. هي عن الشام. الرمزيات اللي حضرتك عم تقصدها ضمن الصور، يعني في رمزيه لكل صوره. نعم. خلينا نحكي عنها، عم تجمع بين ربما طير، ربما مراه، ربما طياره ورقيه. نعم. يعني عم نشوف رموز مختلفه، شو بتعني لك هيدي الرموز؟ هلا كل يعني هدول بيعطوك فكره انه للوحه ككل. هلا الطائره الورقيه، بس اهم شيء الطائره الورقيه في مع طفلين صبي وبنت اللي هني عم بيطيروها. هي بكرة. هي بكرة بلشت تطير، ودائما الطيارة بتكون بلون فرح أو لون ذهبي أو لون بتعطي ضوء. حتى ألوان اللي يعني اللي عم تحكي حضرتك أنه هي من المعرض الجديد كلها ألوانها مختلفة، ألوانها فرحة، فيها إضاءة مختلفة. إيه، نحن بلشنا هلأ ندخل بالحالة الثانية اللي هي أنه بدنا نرجع لعيد الشام. بدنا نرجع لعيد الشام. ولذلك كل الألوان إيه ما فيها كتامي أبدا أو قتامة. طب والطفلين واقفين على طير، يعني هذا الطير هو يعني هذا الحلم تبعنا. هذا الامل اللي جاي حاملنا، بس هذول الاثنين هن الولد والبنت اللي هن الشام الجديده. المراه باعمالك مين هي المراه؟ بشكل عام. بشكل عام هي الحياه كلها المطلقه. من خلال اللوحات اللي تابعناها شفناها انه هي متكرره، يعني صوره المراه كوجه او حتى كجسد كامل. 100% المراه هي كل شيء في الحياه، كل شيء. يعني لغيت مقولة نصف المجتمع. المجتمع كله. بحياتها ما كانت نصف المجتمع، بحياتها ما كانت أبدا. هلا هذا تقزيم لحالة المرأة أو تقليل بقيمتها، أبدا هي الكل بالكل. نحن يعني التابعين بالنتيجة. أكيد. جميل هيدا الكلام. ذكرت حضرتك إنه في معارض رح تحكي عنها ومشاركات رح تحكي عنها، يا ريت تخبرنا أكثر عن هيدي المعارض وكيف كان فعلا إقبال الناس على هيدي الرؤية الجديدة للمرحلة الجديدة مثل ما شايفة حضرتك. هلا عندي أكثر من معرض بسوريا، عندي معرضين أو ثلاثة من هلا لنهاية العام، رح حددهم يعني قريبا بتحددوا بالشام، بظن بطرطوس، بصافيتا، وعندي الشهر القادم نهاية الشهر القادم واحد بطهران. وبعدين على دبي. على دبي. على دبي وميلانو. هلا أنا القضية إني أنا ما غير متواجد كنت بالبلد. يعني بعد فترة قصيرة بسافر. هلا أخذت قرار. حتقعد بالبلد. الغالب الوقت الأكثر في سوريا. والمجموعة اللي مشارك فيها بالمعارض اللي حضرتك ذكرتها هي مجموعة يا شام، يعني نفسهم هدول الصور اللي معرضين فيهم؟ معرضين كاملين للشام كاملين. في معارض جماعية كل معظم الآخر خمس سنوات هني كلهم عن الشام. هلا قلت لك هني عملتهم أنا بأكثر من طريقة أو تجربة، هني ثلاث تجارب ومجموعة ما خلصت اللي هي موسم الهجرة. موسم الهجرة. موسم الهجرة. مؤلم كثير كان موسم الهجرة. اشتغلت مجموعة لا بأس فيها، بس ما قدرت كملت المعرض. بس اشتركت بأكثر من لوحة فيه. طبعا. ذكرت حضرتك عم تحضر يمكن لمشاركات عديدة ضمن سوريا، ولكن المشاركات العالمية أيضا في عندك يمكن كما ذكرت بطهران بأكثر من منطقة بدبي. أهمية هذه المشاركات بالنسبة للفنان شو بتضيف له برأيك؟ هلا الفنان بلا فنانين آخرين ومراقبة يعني يشوف التجارب الآخرين وثقافتهم كيف بتنزل على اللوحة ورؤياهم حتى لنفس الموضوع اللي نحن بنحكي فيه، هو عنده رؤية تختلف عن رؤية تبعي، وخاصة أنه هو يختلف عن ثقافتي. هيدي شغلة مهمة كتير للفنان. أنت ما فيك تقعد ضمن أربع حيطان وتسكر، أنت بدك تشوف الآخر، يعني شباكك بدك تفتحه، مو الشباك هو عقلك. وكنا عم نحكي من شوي على موضوع الذاكرة البصرية، بدك تشوفي كل تجارب الآخرين اللي بتتميز بثقافاتهم تستفادي منها. مثل ما هني نفس الحالة بيشوفوا ثقافتي من خلال عملك. طبعا. العمل بدون ثقافة لا شيء، مش لا مش لا يعطي. اثنين، أنا بصر على شغلة بمعظم اللوحات، يعني ما عندي لوحة ما لها قيمة فكرية، يعني ما في شيء لوحة اسمها بس حالة جمالية. الحالة الجمالية بعد زمن معين، بعد زمن معين وهو ما نطويل كتير أبدا، بيعطيكي حالة تعود وملل.
اذا بنصير صرنا نحن دخلنا بالخانه الثانيه ولا هي الديكور. لا لا ديكور ديكور بلوتين كمان فينك تقول عند تمام. الفنان ايوه ذلك انه حاله التعود بيعطي حاله ملل صحيح لا نحن بدنا نغير بدنا نعطي فكره مع حاله جماليه هذه نفسها الحاله موجوده بالعماره ما فيك تطلعي بالعماره بدون الفكره اللي هي يعني بنسميها استخدام هذا الفراغ اللي هو 50% استخدامه على أحسن وجه لخدمة الإنسان اللي بده يستخدمه والقسم الثاني اللي هو 50% هو حالة جمالية اللي بده يشوفها من برا المتلقي بده يشوف واجهة البناء بده يشوف الفتحات بده يشوف أشياء كتير يعني بالعمارة حالتين ما فيك تطلعي عنه بأي مشروع معماري الفكرة والجمال واللوحة الفنية أنا برأيي نفس الحالة ما في لوحة بس جمال وعم نشوف نحن العمارة ضمن لوحاتك يعني عم نشوف نحن الخطوط المستقيمة ربما نحن ما لنا خبيرين بالعمارة مثلك ولكن واضح عليها الهندسة بالترتيب قديه أضاف هيدا الشيء للفن بشكل عام وخاصة أنه عم تحكي حضرتك أنه أغلب اللوحات هي فكرية وليست جمالية لا تنتين أنا عم بحكي على التنتين لابد منهم بدك تعطي آخر شيء الجمال لابد من وجود اللوحة ولكن في شيء فكري مستمر لابد للوحة لابد من الفكرة مشان كل يوم أنت بتفيقي الصبح بتشوفي اللوحة لابد من قراءة فكرة جديدة فيها أو تضاف لها للفكرة السابقة لفكرة الأساسية اللي أنت شفتيها هلأ بدي أقول أول شيء شغلة أنه نحن أنا بشكل عام ما عندي لوحة إلى اسم ما بسمي لوحة لأنه لما بسمي اللوحة أنا أضطرتها للمتلقي ما عاد يقدر يطلع خارج حدود العنوان تبعها الهندسة أضافت شغلة لإلي باللوحتي أنه أنا بحكم أني أنا مهندس معماري استفدت من خبرتي المعمارية ودخلك في اللوحة التشكيلية أنا مضاف لأي عمل تشكيلي أنه أنا عندي فكرة معمارية دخلت فيها يعني الخلفيات بالأعمال التشكيلية نحن حاولنا كتير أنه ما تكون خلفية لون واحد لا قسمناها معماريا وعطت كتير أضافت حالة جديدة للوحة الفنية صحيح هيدا عم نشوفها هلا على الشاشة بهيدي اللوحة ايه يعني الخطوط المعمارية واضحة بس هي فن تشكيلي بالنتيجة هي لوحة تشكيلية بالنتيجة هيدا الدمج بجوز اللي عطى التميز لهيدي اللوحة يعني وكتير مميز هيدا النصف الوجه بنصف وجه آخر يعني شو الفكرة هون اللي انت هلا دائما بهدول في عندي كان مشروع قدمته طبعا عملته اسمه الإغواء الثاني دائما انت بتلاقي لوحة بكل لوحة هني تنتين هني شخص واحد وليس شخصين هي الامرأة والذات وفي يعني طير معين وما زلت عم يعمل لحالة إغراء وما زلت تحمل الأمل بالطفلين والطائرة الورقية إجباري هذا الأمل موجود يعني عم تكرر إنه يتعلق بالشام بدك تلاقيه عم نشوف إذا هذا عم يتابع تباعا اللوحات هدول من التجربة الجديدة هذا من اللي راح تشارك فيهم بالمعارض المقبله المعارض الجديده سما عرضوا سما عرضوا حصرا على قناه الكريش بالضبط سما عرضوا ابدا هي رؤيه الشام برؤيتي انا هذول موسم الهجره خليني اسالك سؤال انه يعني انت اكيد عندك هيدي السعاده الكبيره بانجاز هيدي اللوحات اللي هي بتشكل نوع معين من حبك انت طبقته على هيدي اللوحات وحابب اكيد تشارك فيه بمهرجانات عالميه لكن فعلا قد ايه اهميه اليوم الفنان السوري يعرض هيدي المنتجات الفنيه الرائعه ضمن معارض عالميه لحتى يوصل صوره ورساله عن الشام كل اليوم للعالم انا برايي انه انت ما فيك تطلعي لبرا وتقدمي لنا الفكر تبعه ما بيهتموا فيك ابدا لانه الفكر اللي عم تقدميه هو ناقص فكره هو ان يملكون الفكره كامله ولذلك انا لما بروح لعندهم وبعرض عندهم بعرض الفكر تبعي الفكر الشرقي او الفكر السوري ولذلك انا بكون انا كثير مميز عنهم عم اقدم لهم شيء جديد صحيح اتميز به ولذلك لا في اقبال كثير على اعمالنا بشكل عام كفنانين سوريين يعني انت ما فيك تروح تعيش باوروبا وتقدم الفكر الاوروبي صحيح ما عملت شيء ابدا متميز انت رحت لعندهم تقدم حالك صحيح انا قدمت حالي ولذلك هذا الشيء كمان بيقودنا للحديث عن يعني حال الفن التشكيلي بسوريا بنظرتك كيف تشوفه هلا اليوم يعني خلال هالفتره الحرب صدقي انه الوضع كثير سلبي الفنانين عم بيعانوا بكل شيء ويعني المعاناه هلا هي إن كانت الحالة الأمنية إن كانت حالة البلد بعدين أهم شيء في حالة مالية أو حالة اقتصادية كتير صارت سلبية على المواطن وفي فنانين كتير أو رح نقول
مو الغالبيه بس تقريبا شبه غالبيه، انه حياتهم من خلال لوحته. تمام. اليوم صعب كثير الفنان يقدر يعيش بسوريا من خلال عمله الفني تحديدا. مع انه كثير يعني شفنا بالفتره الماضيه فعلا مثل ما بيقولوا الفوره من الفنانين التشكيليين، الحب الوطني الكبير اللي تتجسد بلوحاتهم، تتجسد بمحاولاتهم الكبيره باقامه معارض مختلفه، ان كان شفنا النحت على الرمل، شفنا بعض المنحوتات حتى الفن التشكيلي اللي هي ضمن ساحات معينه ضمن المحافظات، قد ايه هيدا كمان بيعطي دافع للفنان انه هو يقدر يعبر يعني اليوم بهيدي المرحله. برايي كثير هي حاله ايجابيه موضوع كانت المعارض او الملتقيات. في حتى بتحسي انه عندنا خلال اخر سنتين في عندنا حركه فنيه كثير كثير جيده. صحيح، واسعه وكبيره. بس نحن ما ندور دائما الفنان اخر شيء بده يعيش بالنتيجه. صحيح. انه في وضعه صعب. ما في جهه رح نقول مباشره بيزعلوا بيرضوا يصطفلوا، هذه مشكلتهم، انا مسؤول عن كلامي. ما في حدا مسؤول عن الفنانين التشكيليين بسوريا بالمعنى الفعلي. يعني يتبنى الفنان التشكيلي او يدعم؟ لا لا، حتى الاتحاد او النقابات، لا 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 ابدا ابدا. في فنانين بحاجه لحب الدواء لا يملكونه، ولا في حدا تاني قيم عليهم بيقدم لنا اياه، هذا واقع. وما زال الفنان يعني عم يثبت لليوم رغم انه ما في دعم. مصر مكمل، وهذا بياكد انه نحن شعب حي كثير كثير. صحيح. حتى بعد الجوع الساعه عيش. صحيح. وهذا الشيء كمان عم يتجسد من خلال اللوحات اللي عم نشوفها نحن بالملتقيات، يعني لارا اللي عم بتكون موجودة مثل ما شفنا خلال السنين الماضية كان في ملتقيات وكانت كتير زاخرة حتى بفنانين مو بس من محافظة الوادية عم بيكونوا موجودين كلهم من كل محافظات سوريا، وعم يلتقوا عم يتبادلوا خبرات، يعني عم يكون في عندهم إنجازات كتير كبيرة. هلا نحن طبعا بنهاية لقائنا مع حضرتك الفنان عصام يوسف بدنا نشكرك كتير على وجودك معنا اليوم على اللوحات الجميلة اللي قدمت لنا إياها اليوم، ونشكرك انه خصصتنا بصباحنا لحتى نشوف يعني لوحاتك الجديده اللي لسه ما حدا شافها ولسه ما عرضت. اكيد هيدا كثير يعني شيء بيسعدنا وبفرحنا. شكرا لكم، يسعد صباحكم، شكر لطفكم وذوقكم. اكيد كثير بدنا نشكر وجودك، بدنا نتمنى لك التوفيق، اكيد الابداع مرافقك من بداياتك مثل ما تعودنا دائما على اعمالك الفنيه الرائعه، بس اكيد بتمنى كمان نشوفها على المستوى العالمي لحتى تمثل سوريا بشكل اكبر من فنانين سوريين فعلا خطوا بأناملهم، بجوز مشوار 7 سنين اختصروها بالوان ولكن هي بالنهايه بتحمل الرساله الكبيره اللي انتم دوركم اليوم انكم تقدموها. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لطفكم. اكيد يعني مها، ونحن بنهايه هذا اللقاء كمان بدنا نودع